نستفيد من فضيلة الشيخ دكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، وبقالنا سلسلة من الحلقات بنتكلم عن آية من آيات القرآن الكريم والفهم الخاطئ لبعض الناس وإزاي ممكن يغير حالنا تماماً لو فهمناه بالمعنى الصحيح. الآية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة بتتلخص في اعتقاد البعض إن هو سيد على الكون كله، إن ربنا ميزه وفضله لدرجة إن هو من حقه إنه يصلح ويعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه بشيء من الكبر وليس بشيء من هدف الإصلاح والإعمار في الأرض، لا كبر. الآية اللي هنتكلم عنها النهاردة في البعض أيضا فاهم جزء منها بإن ربنا خلقنا وهو عارف إن هيبقى في ناس بتفسد وهيبقى في ناس بتسفك الدماء وبتقتل وي 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 وي، ومادام كده ربنا عارف يبقى خلاص، يبقى كل واحد أنا ربنا خلقني كده، أنا ربنا خلقني عصبي وما بقدرش أمسك نفسي ولو حد نرفزني هعوره زي ما الناس بتقول، وكأن الآية الكريمة دي بتثبت إن من حقك إنك تعمل كده. وطبعا حاشا لله، لأن كل ديننا وكل الأديان السماوية بتحث على السلام وعلى الأمان وخاصة الدين الإسلامي. اللهم لك الحمد لك الشكر على نعمة الإسلام. حلقة مهمة جدا.